السلام عليكم خاوتي، أينما كنتم وحيثما وجدتم السلام عليكم بدون استثناء سواء في الداخل أو الخارج. اليوم رانا مع الأخ مبروك والد الزعيم بعد ما عاد من تونس، عنده كما تعرفوا وليده مريض وقضية مش قضية ألف ولا ألفين، المهم هذا عمل جماعي اللي قدر يعاون وأجره على الله. المهم خو بابة هذا الزعيم راه معانا اليوم نديروا مع هذا اللقاء. السلام عليكم خويا مبروك. عليك السلام ورحمه الله. على سلامتك وعلى سلامة الزعيم بعد ما كنتوا في تونس. الله يسلمك ربي. مرحبا بكم. الله يسلمك ربي يعيشك صالح. وها زعيم حنا روحنا عادي دوجور ان شاء الله ملي دخلت ان شاء الله من تونس. كمل المراحل تاع لاشومي تاعو في 9 ان شاء الله، ويوم 14 او 15 ان شاء الله يكون الموعد تاعو تاع الجراحه. والجراحه يا خوتي راه ماهيش شي حاجه يعني سهله، لان راه معني نديروا الاستئصال راح يعني يركبوا له يعني امبروتاز كما قال الاخر، يعني ركبه اصطناعيه ماشي سهل الحال. والمرحله يعني كثر خير الناس اللي عاونونا في لاشوميو كما قال الاخر، عاونونا يعني في الكره تاع الدار في تونس، حاجه مش سهله يا خاوتي. وبفضل يعني خاوتي يعني الحمد لله يعني قضيت يعني تعديت المرحله هذه، مازال ان شاء الله يعني هذه المرحله يعني كما قال الاخر يعني الاخر ان شاء الله المرحله الحاسمه، وانه عمليه انها صعيبه ماشي يعني سهله. والعمليه تكلفت هي 14 مليون يعني انا شيل هذه المرحله. هذه المرحله كل مرحله تكلفه العمليه شحال؟ كلش تكلفه العمليه راهي 14 مليون تونسيه يعني. هذه العمليه مش لاشومي ولا اخر، ماشي لاشومي ومش الرجل الاصطناعيه، لا هذاك البروتيز يعني كثر خير الناس، خير يعني كاين يعني من الناس خير يعني هما اللي جابوا هذا البروتيز هذا، يعني طاح لهم 25 او 26 يعني مليون تونسيه. واليوم ان شاء الله راهي العمليه ان شاء الله راهي طاحت حوالي 14 ولا 15 مليون يعني دينار تونسي، يعني يضربها يعني في في في, في 7 ولا في 8 يعني راهي انا الشيء الحالي اللي راه عندي 8 ملايين يعني تونسيه، معناها نحوس على التكمله نتاع 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 العمليه. ايه وش نقول لكم يعني نطلب ان شاء الله يعني شفاء الناس كل، ماشي غير وليدي ولا، وكثر خير الناس وكثر خير الناس الجاريه اللي راهي في فرنسا يعني في الخارج كذلك. في الخارج يعني خاوتنا يعني ما خلوناش يعني الواحد يعني هذه شهاده لله، ما حتى خاوتنا هنا ان شاء الله في الجزائر يعني ما خلوناش. وش نقول لكم انايا هذا مش وليدي وحدي، هذا وليدكم كامل وراه في عمره 17 سنه وراه يعني جاي للدنيا، واللي ما يقدرش يعني يعاون حتى يعني بالدعاء. هذا وش نطلب انايا من خوتي، وبارك الله فيكم ان شاء الله وربي يشافيه ان شاء الله. ربي ان شاء الله يشافيه ويشافي ان شاء الله المسلمين كامل. امين. بارك الله فيك خويا، والله يشافي الزعيم ويشافي مرضى المسلمين. بارك الله فيكم خوتنا، اللي يقدر يبارطاجي الفيديو هذا لاجركم على الله خوتنا، كل من عليها فاني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.